حادثة التدافع التي أودت بحياة 45 اسرائيليًا في جبل الجرمق خلال الاحتفال بعيد الشعلة اليهودي أعادت تسليط الضوء على السجالات والخلافات العميقة التي تعصف بإسرائيل وكشفت برأي مراقبين بعضًا من انعكاسات الفوضى السياسية التي تمر بها بيانات الحزن والأسى التي صدرت عن المسؤولين السياسيين وإعلان يوم الأحد كيوم حزن وطني لم يحجبا حرب اتهامات وتقاذف المسؤوليات التي اندلعت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادثة في وسط الجمهور الحريدي هناك سؤال لماذا هذه السنه بالضبط وقعت هذه الكارثه وهناك من يقول ان الشرطه سمحت هذه السنه اكثر بالصعود الى الجبل وقللت من التدقيق والاجراءات بسبب الوضع السياسي فضلا عن الكورونا واسباب اخرى وفي وقت اتهم فيه المتدينون الحريديم الشرطه الاسرائيليه واجراءاتها بالمسؤوليه خاضت الشرطه حرب تقاذف المسؤوليه والاتهامات على خطين داخلي بين كبار مسؤوليها وخارجي عبر تحميل المشاركين في المناسبه والمسؤولين عنهم مسؤوليه ما حصل. لقد حذرنا الشرطه علمت ان الحديث يدور عن مكان لديه احتمال كبير جدا من ناحيه الخطر. ولذلك قامت بما تستطيع في اطار قوتها وفي موازاه ذلك وجه معلقون سهام الانتقاد المباشر الى المستوى السياسي كل ما يجري في إسرائيل هو تصرف سياسي فقد شاهدنا توجه نتنياهو إلى كتلة يهدوت تورا من أجل تعزيز الكتلة الداعمة له وسمح لهم بالدخول إلى جبل ميرون من دون قيود وأيضا وزيراء الداخلية والأمن الداخلي التقيا ووافقا على الدخول إلى الجبل من دون قيود حرب الاتهامات اندلعت على وقع تقارير اعلاميه اعادت التذكير بتقارير سابقه صادره عن جهات رقابيه رسميه حذرت بدورها من خطوره التجمعات البشريه الكبيره في جبل الجرمق ودقت نقوص الخطر تحذيرا من كارثه قد تقع وهو ما وقع بالفعل